إليك على رأس الساعة بطبيعة الحال، ونتحول أيضا إلى الزميل حسام يحيى ليعرف المشاهدون كيفية المشاركة معنا في مصر الليلة وماذا سنناقش في هذا القسم من البرنامج. فضل حسام. شكرا زين. أهلا بكم مشاهدينا، أهلا بكل متابعينا عبر هاشتاج مصر أندرسكور الليلة. نذكركم بأنه يمكنكم المشاركة معنا عبر صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر ويوتيوب وقريبا إنستغرام. كما يمكنكم أيضا المشاركة عبر نافذتنا الرئيسية الجزيرة مباشر مصر. ونذكركم الآن بقضايانا في هذه الساعة. قضيتنا الأولى في ذكرى إعدام 2 من العمال لمطالبتهما بحقوقهما بعد ثورة يوليو، يطرح السؤال نفسه، لماذا تراجع دور العمال بعد ثورة يناير؟ وفي الشق الثاني من هذه الساعة نطرح أيضا شباب مصري على مواقع التواصل، نعيش في جمهورية مش أحسن من سوريا والعراق؟ إذن هذه القضايا وغيرها في الساعة الأولى، ولدينا المزيد لنقدمه لكم في الساعة الثانية، فلا تنسوا إثراء النقاش عبر صفحتينا على فيسبوك وتويتر وذلك أيضا عبر هاشتاج مصر أندرسكور الليلة. ليك زين. وماذا عن إنستغرام؟ امبارح كان في وعد بإنستغرام. قريبا. قريبا. شكرا حسام. شكرا لي. اليوم 7 سبتمبر يوافق الذكرى 62 لإعدام مصطفى خميس ومحمد البقري ابني قلعة الصناعة المصرية في كفر الدوار وضحايا أول محاكمة عسكرية للمدنيين عقب ثورة 23 يوليو 52. رغم أن العمال كانوا ضمن حركة التأجيج لثورة 25 يناير إلا أن رياح الثورة لم تأتي بما تشتهيه سفن العمال فلم تلبي طموحاتهم وحقوقهم قبل أن يعيد الانقلاب العسكري الوضع إلى ما هو أسوأ من أيام مبارك ويهدد الجيش العمال باستحواذه وعسكرته على المشاريع الكبرى فضلا عن مطاردة القيادة العمالية واعتقال العديد منهم أو شرائهم وتدجينهم لصالح العسكر. فما موقع الحركة العمالية من المشهد الثوري الراهن وما الدروس التي تجددها ذكرى إعدام خميس والبقري؟ 62 عاما مرت على إعدام 2 من العمال لأول مرة عقب ثورة يوليو عام 1952. شهد 7 سبتمبر من عام ثورة يوليو عملية الإعدام الشهيرة لمصطفى خميس ومحمد البقري من عمال كفر الدوار. الحادثة الشهيرة تتعلق بالعمال الذين اعتقدوا أن ثورة يوليو جاءتهم برياح الحرية والعدالة الاجتماعية فخرجوا لتحقيق شعاراتها، إلا أنهم فوجئوا برغبة ضباط الثورة في السيطرة على مقاليد الأمور وخرجت الجرائد تتهمهم بالخيانة والعمالة لأعداء الثورة. وبكاهم الرئيس الراحل محمد نجيب قبل وفاته لأنه وافق على قرار إعدامهم بإعاز من البكباشي جمال عبد الناصر وزير الداخلية آنذاك. أنا جبت الاثنين المحكوم عليهم بالإعدام وقعدتهم جنبي على مكتبي، جبت لهم قهوة وشاي، كفاية آلام آلام آلام. ورغم الامتيازات التي حصل عليها العمال في الفترة الناصرية إلا أن فكرة إعدام خميس والبقري بقيت أهم ما يعيب ثورة يوليو بالإضافة إلى تأميم الحركة العمالية وإحكام السيطرة عليها بما قلل واقعيا من المكاسب العمالية بحسب محللين ومؤرخين. حتى طريقة الإعدام وحتى الدعم كانت مأساوية، والمحاكمة أنهم قاعدين العمال قدامهم والدبابات واقفة قاعدين العمال على قرافيسهم كأنهم يعني مذنبين. ظلت ذكرى هذا الحدث ماثلة في ذاكرة عمال مصر عبر عشرات السنين حتى جاءت ثورة 25 من يناير عام 2011 التي مثلت بارقة أمل جديدة للعمال بما حملته من شعارات عيش حرية وعدالة اجتماعية وكرامة إنسانية. شارك العمال بقوة في الثورة للمطالبة بالتوزيع العادل للثروة والتصدي لتعسف رجال الأعمال وفصل أعداد كبيرة من العمال وإغلاق المصانع والامتناع عن صرف الرواتب، ولكن رغم تعاقب الحكومات التي جاءت بعد الثورة لم يشعر العمال بتحسن في المعيشة بحسب البعض. شهدت الفترة التي تلت الثورة اعتصامات وإضرابات عمالية عدة تطالب بتحسين أحوالهم المعيشية، إلا أن مراقبين رأوا أن تلك المطالب كانت فئوية أكثر من كونها مطالب ثورية واجتماعية عامة.
وبحسب مراقبين فقد خفتت المطالب العمالية في الآونة الأخيرة في ظل تفاقم أزمات البلاد وفي ظل التراجع الذي يشهده قطاعا السياحة والاستثمار، إضافة لزيادة مشروعات المؤسسة العسكرية التي تخصم من نصيب العمال لاعتمادها بالأساس على عمالة مجندين إلزاميين. إعدام خميس والبقري كان في 7 سبتمبر 1952، ما كان هذا الوقت هو مازال شهر العسل بين قيادة الجيش التي قامت بانقلاب يوليو التي تحول بعد ذلك إلى ثورة يوليو، وبين كثير من القوى السياسية بما فيها القوى السياسية الرئيسية في مصر وهي الإخوان المسلمين وقتها. أرحب بضيفي في الاستوديو للحديث حول هذا الموضوع، الأستاذ صابر أبو الفتوح رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب السابق، أهلا وسهلا بك. كما أرحب أيضا بالأستاذ أحمد حسن الشرقاوي الكاتب الصحفي، أهلا وسهلا بك. وأبدأ بك الحقيقة أستاذ أحمد، عايزين نفكر الناس بقصة خميس والبقري. خميس والبقري كانوا من عمال شركة مصر للغزل والنسيج بكفر الدوار، والشركة دي كانت مملوكة لبنك مصر اللي أسسه طلعت حرب. يوم 12 أغسطس يعني بعد أقل من 3 أسابيع من مما حدث في 23 يوليو 52 في مصنع مجاور لمصنع كفر مصر للغزل والنسيج اللي هو شركة صباغي مصر البيضاء. الشركة دي العمال قاموا فيها باعتصام وإضراب عن العمل، وإدارة الشركة بدأت تتفاوض معهم فقلدوهم شركة مصر للغزل والنسيج اللي بيعمل فيها خميس والبقري يوم 12 أغسطس 1953 وقاموا بإضراب. لكن 52 و 53 لما قاموا بالإضراب في الفترة دي كان وزير الداخلية هو جمال عبد الناصر عضو مجلس قيادة الثورة المسؤول عن وزارة الداخلية، اللي راح قعد في وزارة الداخلية وبيتولى فعليا إدارة أمور هذه الوزارة. فالحقيقة أنه كانت هناك في الفترة دي خشية على النظام الجديد أو مجلس قيادة الثورة، وكان مطلوب اعتماد الحل الأمني الشديد. لما زادت إضراب العمال وتوسعت، وفي اليوم التالي حتى هتفوا باسم قائد الثورة كان اللي هو نجيب في هذا الوقت، بدأ يبقى ويخرجوا داخل مدينة كفر، خرجوا داخل مدينة كفر الدوار ورجعوا تاني لنفس المنطقة. حصلت أعمال مناوشات بينهم وبين رجال الشرطة مما أدى إلى مصرع أحد جنود الشرطة في هذا الوقت. الحقيقة أنه تم استنفار الشرطة بشكل كبير جدا، وقبضوا على 500 عامل في هذه الواقعة، وكان من ضمنهم خميس اللي هو اسمه مصطفى خميس ومحمد عبد الرحمن البقري، وصدرت عمرهم حوالي 17 و18 سنة تقريبا، من الاثنين تحت العشرين، الاثنين ما كملوش العشرين. لكن المثير أنه محمد عبد الرحمن البقري كان عنده مثلا 5 أولاد وكان بيعول أمه، يعني كان له ظروف زي كل المصريين في الوقت. لا، انما الثاني محمد مصطفى خميس ما كانش متزوج، وهو كان فعلا منتمي للتيار اليساري، وكان القصه محتاجه لاعاده محاكمه مره اخرى، لانه اجريت محاكمه على عجل لمده يومين واتهموا بانهم خونه، ايوه، واعداء للثوره بالتاكيد، اللي هي التهمه اللي ما زلنا بنسمعها لحد دلوقتي. والغريب بقى اللي يثير زي الايام دي انه المحكمه العسكريه التي تم تشكيلها انعقدت في النادي الرياضي لشركه مصر للغزل والنسيج بكفر الدوار، واجبروا العمال على انهم يقعدوا القرفصاء، واصدروا يعني لدرجه انه محمد مصطفى خميس قال لهم يعني مش معقوله كده، لازم يكون عندنا محامي. فاضطر الراجل اللي كان موجود بيتولى المحاكمة، طب ما فيش حد من الناس اللي موجودة دي محامي، فطلع من كان مين من الواقعة التاريخية انه موسى صبري واخد اجازة في المحاماة، فقام قال كلمتين يعني ما دفعوش عن مصطفى خميس قد ما ادانوه، لانه اصلا كان بيعمل في الصحافة، وحكم عليهم بالاعدام. ودي كانت بداية الحل الامني في مصر. يعني ودي كانت اول محاكمة عسكرية بعد ثورة 52 فورا. اللي انا بقى يهمني في هذا الموضوع، لانه احنا على فكره احنا النهارده بنتكلم على خميس والبقري، لان احنا ما زلنا عايشين في عصر خميس والبقري بالتاكيد. التاسيس لما يحدث اليوم بدا يوم 7 سبتمبر 1950، لكن اللي اسهم في ان خميس والبقري اعدموا هي القوى السياسيه اللي كانت موجوده وقتها،
وقالوا انه يعني في ناس كتير طالبت باعدام خميس والبقري، في ناس في اصوات طلعت وطالب باعدام خميس والبقري اللي هي ايه، وفي ناس سكتت وصمتت وقالت انه يعني برضو ظنا منها انه النظام الجديد يحتاج الى بعض الوقت للاستقرار، أيوة. او ان هو ليها مصلحه مع النظام الجديد. شوف هو تم الترويج زي لكن ما اللي حصل ان النظام الجديد استمر 62 سنه واطاح بالجميع وقتل من صمتوا ومن ايدوا ومن وقفوا معه ومن وقفوا ضده. عندك حق، لانه يعني كانت فكره المؤامره، هم يعني كان مجلس قياده الثوره خاصه الشباب اللي فيه وجمال عبد الناصر على راسهم في انه الثوره المضاده وانه العهد البائد بيرجع تاني وانه بيستخدم العمال. الندم اللي احنا شفناه من لواء نجيب لانه فعلا اقر ذلك، بس اكتشف بعد كده في ازمه مارس 54 انه تحت الضغط ده، لانه مين كل مجلس قياده الثوره وافق على اعدام خميس والبقري ما عدا مين بقى؟ ما عدا يوسف صديق وخالد محي الدين. الاثنين دول وتزييف التاريخ اللي حصل انه بعض الناس بعض الكتابات اللي حاولت تمالئ عبد الناصر وتمالئ نظام عبد الناصر بعد موت عبد الناصر كمان قالت انه جمال عبد الناصر كان من ضمن الرافضين للمجلس مع خالد محي الدين ومع يوسف صديق لاعدام البقري، مع انه اللي هو محمد نجيب في مذكراته ومذكرات اخرى من ضمنها مذكرات البغدادي اشارت الى الدور اللي قام بيه جمال عبد الناصر للتحريض ضد خميس والبقري باعتبار انه اعدامهم ذبح للقطه لكل القوى السياسيه ولما سماه الثوره المضاده والعهد البائد والاقطاع. استاذ صابر ابو الفتوح، كانت هنالك احتجاجات عماليه طول فتره حكم الرئيس مرسي. كانت هنالك احتجاجات عماليه طول فتره الحكم المؤقت لعادل منصور والبيبلاوي وغيره منذ أن وصل السيسي للرئاسة، يعني انتهت تقريبا الاحتجاجات العمالية. ليه؟ خلاص مشاكل العمال اتحلت ولا ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو طبعا بهذه المناسبة يعني لابد أن نوجه التحية لعمال مصر الشرفاء، الكنز الثري في مصرنا المحروسة، السواعد القوية الفتية الحرة التي تتعلق بها أمان المصريين في نيل الحرية والعدالة الاجتماعية والقضاء على الفساد وحكم العسكر. بالتأكيد يعني زي ما بيقولوا ما أشبه اليوم بالبارحة، إحنا النهاردة بنعيش نفس الأجواء اللي بيعيشها اللي عشناها من بداية حكم العسكر من سنة 52 لما جمال عبد الناصر استولى على الحكم في مصر واستطاع أن هو بالقبضة الأمنية أنه يحكم سيطرته، إلا أن هذه المرحلة لن يستطيع السيسي بقبضته الأمنية وبسطوته وجبروته وإجرامه ضد الشعب المصري. بس هو استطاعه لأنه ما فيش احتياجات عمالية. أنا نقدر أقول إن هو استطاع يعني، أو على الأقل هكذا يقال. الاحتجاجات العمالية يعني ستتوالى وستنمو وستظهر وستطفو على السطح في المرحلة المقبلة، لأن اللي بيدفع نتيجة السياسات الخاطئة لنظام السيسي وإجرام السيسي هو القطاع العمال، لا أحد غيرهم، وقطاع العمال هو الشعب المصري كله. احنا بنتكلم على قطاع الغزلة والنسيج، بنتكلم على الباعة الجائلين، بنتكلم على عمال المصانع اللي لحد دلوقتي مشاكلهم بتزيد وتتفاقم يوم بعد يوم. فلما نيجي ونلاقي مثلا ان حكم العسكر دلوقتي سيطر على يعني حوالي 90 أو 95% من اقتصاد مصر في كل المشاريع اللي بتظهر دلوقتي او المشاريع القومية، يعني مشكلة البطالة مش هتتحل، بل مشكلة البطالة ستزداد وتتفاقم اكثر واكثر. طيب. ويمكن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قال ان نسبة البطالة في مصر زادت لدرجة 22% وفي ناس كتير وصلت نسبة البطالة الى 30%. طيب. فضلا عن المشاكل الكتيرة اللي بيعانيها قطاع العمال في هذه المرحلة. يعني هو المشاكل الكتيرة يعني لو كان في مشاكل كما تقول يا استاذ صابر كان العمال ثاروا ولا العمال خايفين ولا ايه؟ انا هقول لحضرتك هي المسألة مش خوف، المسألة مش عملية خوف بقدر ما هي ترتيب لوضع ثوري سيطيح بحكم العسكر نهائيا ان شاء الله من حكم مصر. وانا اقول لحضرتك ان على سبيل المثال مثلا دلوقتي احنا عندنا مشاكل كثيره بيعاني منها قطاع الغزل والنسيج والنظام السيسي، او السيسي ما قدمش حلول لهذه المشاكل، بل ان الضغط على العمال في هذه المرحله بزياده التضخم، بعدم اضافه العلاوه الاجتماعيه اللي المفروض تضاف سنويا، بان هو فرض على العمال خصم راتب يوم كل شهر ولمده سنتين بلفظ ما فيش اللي بيطلقه على العمال في كل لقاء بيطلعوا، بفرض الجباية اللي بيطلقها على الشعب المصري كل ما يطلع عايز 100 مليار لقناة السويس، عايز 130 مليار للكهرباء، بيقول لنا في مشاكل في الصرف الصحي، في مشاكل في المية. بس الشاهد برضو برغم كل هذا ان العمال بعد وصول السيسي للسلطة للرئاسة يعني بشكل رسمي
ساكتين ما بيعملوش. لا حضرتك تكونت من بعد الثورة، من بعد الانقلاب العسكري ومن بعد القبضة الأمنية عدة حركات عمالية جديدة في مصر أسبوعيا تتظاهر بمظاهرات قوية ويوميا لها احتجاجات، زي حركة أول مايو، زي حركة عاوز حقي، زي عمال ضد الانقلاب، ودي كل دي حركات انشأت بعد الانقلاب العسكري. معنا عبر الهاتف بشر السيد نائب السابق لرئيس اللجنة النقابية لشركة العامرية للبترول. أستاذ بشر أهلا وسهلا بك. أين تقف الحركة العمالية الآن بعد 62 سنة على ما حدث لخميس البقري من إعدام ومن قمع الحركة العمالية التي نشأت بعد ثورة يوليو؟ حضرتك والله هو بالنسبة للحركة العمالية يعني ما زالت موجودة فيها النبض، لكن هي برضو القبضة الأمنية الشديدة أسفل من الانقلابيين والمعاملة السيئة اللي بتتم لهم، ويعني برضو يعني يمكن ضيفك اللي عندك الاستاذ صابر احد ضحايا القبضه الحاليه دلوقتي، وخبر حضرتك ان هو كان برضو كان في الشركه وتم فصله وتم مشيه من عندهم، فاكيد التاريخ بعيد نفسه، يعني التاريخ بعيد نفسه مره اخرى. ما حدث من الانقلابيين 56 يحدث الان من الانقلابيين في هذه الفتره، يعني العمال نفسهم. لكن يعني لو تسمح لي استاذ بشر، يعني في 52 العمال حصلوا على حقوق لم يكن يحلمون بها قبل ثوره 52، لكن دلوقتي مفيش، دلوقتي بياخدوا مفيش، كل اللي عندهم مفيش. فبالتالي اذا سكتوا في 52 فهو مبرر، لانه العمال يعني جمال عبد الناصر عمل طبقه عماليه قويه، لكن دلوقتي ساكتين ليه؟ ده السؤال اللي احنا مش انا عايز افهمه، بس عايز افهم ليه جمال عبد الناصر عمل طبقه عماليه مواليه ليه وليس للعمال نفسهم، يعني عمل بشكل عام. لكن هو بالنسبه طبعا اللي حصل لخميس والبقري اصلا كان اصلا عبد الناصر كان وزير الداخليه في هذا الوقت، واصر على اعدام الاثنين العمال دولت رغم ان هم كانوا طالبوا حقوق العمال، ان هم للاسف صدقوا شعارات اللي كانت طالعه بيها الانقلاب العسكري في ذلك الوقت، ان في الحريه والاضراب والاعتصامات من اجل الحريه، والناس كانوا قايمين ضد واحد فاسد، ضد يعني رئيس شركه كان يعتبر من النظام الملكي الفاسد، ورغم ذلك برضه الثوره المباركه او الانقلاب العسكري حصل في ذلك الوقت اصر على اعدامهم في مكان عملهم حتى يكونوا عبره لغيرهم. النصر عمل طبقة عملية موالية ليه وليس للطبقة العملية نفسها، لكن يعني بغض النظر هي موالية ليه ولا مش موالية ليه، موالية ليه لأنه قدم خدمات للعمال بشكل أساسي. يعني هو الفكرة التي أرسيت أن هو ما تعملوش مشاكل وانتوا في عينينا، لكن دلوقتي اعملوا مشاكل ما تعملوش مشاكل يعني ما فيش، ومع ذلك العمال بعد ثلاثة أعوام او اكتر من، يعني العمال كانوا شراره من شرارات ثوره 25 يناير باحداث المحله وكفر الدوار، لكن في 6 ابريل، لكن بعد 3 سنين من الاحتجاج الدائم فجاه بعد وصول السيسي للحكم ساكتين تماما. هل لانه خايفين ولا لانه مشاكلهم اتحلت؟ لا ايوه طبعا مشكله فريتش، مشكله بتتفاقم بتزيد، يعني العمال حاليا ضحايا لهذا الانقلاب العسكري، لكن هم برضه هي مش خايفين، ان شاء الله يعني قريبا هيقوم العمال ويطلعوهم، يعني الضغط النفسي عليهم هو الخوف مش عيب، يعني الاجتماعي. اذا كان واحد بيهددك بالموت وبالقتل وحط المسدس في دماغك مش عيب انك تخاف، ده طبيعي انك تخاف. يعني ما هو حتى لو انا خفت فاصل لمرحله الاخر لازم اضحي بنفسي، خلاص ما انتهت لو انا خفت خلاص ووصل معايا الامر ان انا جيت ان انا هموت خلاص بالمره بقى، يبقى انا هقوم من اجل كرامتي، من اجل اسرتي، من اجل الاموال، من اجل التعيينات، من اجل كذا وكذا، فدي مرحله وهتعدي بسرعه ان شاء الله، العمال هيقوموا وهياخد حقهم من السيسي. شكرا جزيلا لك بشر السيد، اشكرك شكرا جزيلا للقيادي العمالي بشر السيد. معنا ايضا عبر الهاتف فاطمه رمضان نقابيه وباحثه عماليه. هل بعد كل ما حدث في العام المنصرم هل ما زالت هنالك حركه عماليه في مصر؟ الحركة العمالية عمرها ما بتموت، الحركة العمالية بتصعد وتهبط على حسب الظرف السياسي العام، لأن العمال ما هماش منفصلين عما يحدث في المجتمع. طب هي الحركة العمالية الآن في حالة هبوط أم صعود؟ الحركة العمالية الآن في حالة انتظار. حالة انتظار؟ آه. انتظار لإيه؟ انتظار، في حالة انتظار واحد بسبب الجو العام اللي فيه تكوين وفيه إرهاب وفيه تهديد. اثنين، انتظار لتحقيق ما قالوا أنهم ممثل الثورة وبالتالي المفروض أن هم ينفذوا المطالب. في وعود الناس منتظرة، جزء خوف وجزء انتظار، بس ده في الحقيقة ده مش هيدوم كتير.
طيب يعني هل تتوقعين حضرتك باعتبارك يعني باحثة في النقابات العمالية وأمور العمال، هل تتوقعين في المستقبل المنظور أي قلق العمالية، أي اضطرابات عمالية؟ ده طبيعي وده متوقع، لأنه زي ما كانت حضرتك بتقول من شوية، عبد الناصر إدى حقوق، إدى تأمين اجتماعي، إدى تثبيت في العمل، عمل صناعة، ولكن أمم النقابات كان لها تبعه، وبالتالي وخلى العمال بيقول لهم انتوا لكم حقوق بتاخدوها، ما تسالنيش عن اي حاجه، ما تعملش مشاكل، ما تسالنيش عن اي حاجه بعد كده. بس بالحقيقه انه الدكتاتوريه دي وتاميم النقابات ادت انه لما المصانع الصناعات الكبيره جت تتباع وتتفصص بالفساد، العمال كانوا بعيد عن الموضوع، لان هم ما كانوش كمان حاسين بان ممكن هم نفسهم يتاثروا، لانه كان بيتقال لهم لما الناس بتيجي تتكلم عن انه الشركه بتبيع او شركه بتتفسخ او شركه بتفلس، كان بتقال لهم انت مالكش دعوه، انت ليك مرتبك وخلاص. وده في الحقيقه مش صحيح، لانه بعد شويه بيكتشف انه حتى مرتبه ده ما هوش هياخده. في الحقيقه ده بيتكرر دلوقتي، من بعد الثوره او من قبل الثوره كان في انطلاقه للنقابات المستقله رفضا للاتحاد العام المؤمم من نهايه الخمسينات ولحد دلوقتي. والنقابات المستقله من اول ما ابتدت تتاسس لحد دلوقتي في كل النقابات المستقلة اللي هو كان ماسكها كمال أبو عيطة اللي أصبح وزير ثم اتشال في الحقيقة التغيير اللي فات. يعني الكلام عن إنه النقابات بتاع فلان أو بتاع علان ده كلام غلط. النقابات هي المفروض إن هي ممثل للعمال، ما فيش حاجة اسمها بتاع كمال أبو عيطة ولا كمال عباس ولا فاطمة رمضان ولا أي حد في الدنيا. لا، النقابات المفروض إن هي بتمثل العمال، وأي حد العمال بيختاروا هو اللي بيبقى يمثلهم، ولما يبطل إن هو يمثلهم ويعبر عنهم الناس المفروض تشيله. بس في الحقيقه ان الدوله في كل الانظمه، سواء في ظل المجلس العسكري او في ظل حكم مرسي او في ظل الانقلاب الحالي، كان في تكسير واضح للحركه النقابيه ومحاوله لتقويه، وبالذات في فتره الاخوان المسلمين محاوله لتقويه الاتحاد الاصفر اللي هو ما بيمثلش العمال، اعتقادا منهم انه الاتحاد ده بتاع كل الانظمه السياسيه، وبالتالي المفروض طالما احنا بنحكم يبقى بتاعنا. وامتنعت كل الأنظمة السياسية من بعد الثورة إن هي تصدر قانون الحريات النقابية، عشان النقابات دي ما تبقاش قوية وما تبقاش في قانون بيحمي النقابيين، ده غير الفصل. هو عموما يعني من خبراتي المتواضعة في العمل النقابي، وأنا كنت شغال في العمل النقابي قبل كده، من خبراتي المتواضعة ما فيش حد بيدي حد حقوقه، اللي عايز حق بيروح يطالب بيه وبياخده، لكن ما فيش حد هيطلع لنا قانون يحمينا ويحمي مصالحنا، واحنا اصلا مصالحنا ضد مصالحه، يعني ازاي هيحمينا ويحمي مصالحنا وهي مصالحنا ضد مصالحه؟ ايوه، ما فيش حد بيدي حقوقه، بس في دوله المفروض عليها دور المفروض تقوم بيه. طيب ارجو ان تبقى معي، هذه نقطه واضحه، اشكرك. ارجو ان تبقى معي استاذه فاطمه رمضان. شوف ايضا مشاهدينا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ايه تعليقاتهم في الذكرى 62 لاعدام خميس والبقري. هل حد فاكر اي حاجه عن خميس والبقري وما حدث وقتها، وما هي تعليقات ايضا مشاهدينا على وضع الحركه العماليه والعمال الان في مصر؟ مع الزميل حسام يحيى. اتفضل حسام. نعم زين. اثنين عمال اتعدموا بأعواد المشانق، والملايين من الشعب اتعدمت بالجهل والمرض والفقر. تعليق محمود الأسيوطي على فيسبوك، ومنه إلى تعليق حساب مجرد إنسانة تقول للأسف أغلب العمال بقت تقول أحسن لمشي جنب الحيط، بس هيفضلوا يقولوا كده لحد ما يهدوا الحيط ده عليهم. تعليق آخر نبدأ به من هاجر تقول العامل هو عماد أي مجتمع، هو الأساس، فالطبيعي ندعمه ونحافظ على حقوقه، لكن اللي بيحصل عكس كده، كل يوم حقوقه بتقل مع كل قرار برفع جزء من الدعم، وكمان في نفس الوقت بيطلب منه واجبات مضاعفة. في ظل كل ده أعتقد أن دورهم قرب قوي. تعليق آخر من خالد يقول للأسف البعض من الشعب المصري بيحب الذل، بعد ما شفته من الباعة الجائلين اللي حولهم للترجمان وبوظ عيشتهم يقولوا سيادة الرئيس، عايزين حل، هم لسه بيقولوا سيادة الرئيس. تعليق آخر من فيسبوك أيضا مع بيلا تقول هم أعدموا اثنين ليكونوا عبرة لمن بعدهم إذا فكروا في أي ثورة. ننتقل الآن إلى تويتر ونبدأ بسلمة تقول العامل أصبح المصدر الوحيد لدخل أسرته، لو حصل له حاجة الأسرة هتتشرد. تغريدة أخرى من حمد يقول العمال أصبح لا حول لهم ولا قوة، وكله بيقول يلا نفسي. تغريدة أخرى من حساب مجرد إنسانة أيضا تقول إيه يعني ما يعدموا شوية من الشعب، مش أحسن من زي سوريا والعراق؟
طبعا دي الفقره الثانيه بتاعتنا. احنا عندنا فقره عن مش احسن من سوريا والعراق دي. صحيح. شكرا شكرا جزيلا حسام يحيى. اعود الى ضيوفي في الاستوديو، اعود الى الاستاذ احمد حسن الشرقاوي. وانا عايز اعرف رايك برضو في وضع الحركه العماليه الان. يعني من اللافت انه كان في حراك مستمر ثلاث سنين لم يتوقف، وكان حتى على اشده في ايام مبارك، لكن فجاه وصل الراجل دار الحكم وكله سكت. ليه بقى؟ لا هو شوف الحركه العماليه يعني بتزدهر واقصى درجات ازدهارها على مدار التاريخ المصري هي في الفترات اللي بيبقى فيها قدر من الديمقراطيه في الحكم او نوع من الديمقراطيه في الحكم او تخفيف للقبضه الامنيه العسكريه او الدوله المخابراتيه البوليسيه. واديك امثله، يعني الطبقه العماليه اللي جه عليها 52 دي تكونت اصلا في العهد الليبرالي من 23 ل 52 وكانت قويه. يعني مزارات 46 كانت مزارات العمال والطلبه في ظل وزاره اسماعيل صدقي باشا اللي فتح عليها الكوبري عباس. يعني اذا الحركه العماليه بتقوى في الفترات اللي يكون فيها فتره انفتاح وازدهار. الحقيقه اللي حصل مع خميس والبقري زي النهارده من 62 سنه كان بدايه ما يحدث اللي احنا شفناه خلال الفتره الاخيره. هو بيعمل ايه؟ بيقطع راس الذئب الطائر. يعني لما كان في اعتصام رابعه العدويه حصلت مجزره الحرس الجمهوري والمنصه دي، خميس والبقري بتاعه الاسلاميين اللي هو يعني خوفهم الاول علشان الناس، لكن التيار الاسلامي ما عملش زي الحركه العماليه لما توقفت الناس فعلا خايفه. يعني خلينا نعترف الناس خايفة، الناس عارفة ان اللي بيطلع بيتضرب بالرصاص. علشان كده دلوقتي الراجل اللي بيطلع والست اللي بتطلع والحرائر اللي بيطلعوا الواحد فيهم بألف بمليون، فما يجيش حد يزايد او يتكلم علينا يقول لك اللي بيطلعوا عشرة، لانه العشرة دول بعشرة مليون. استغرب البعض انه بيان التحالف يتحدث عن ما حدث لخميس والبقري في حين انه المكون الاساسي للتحالف دعم الشرعيه الاخوان المسلمون كانوا ساعتها في شهر عسل مع نظام 3 يوليو، نظام 23 يوليو. شوف ده طبيعي جدا في حاله الخداع الكبرى اللي بتتم، يعني زي نظام سلطه الانقلاب لما عمل، احنا ما زلنا نعيش حاله الانخداع اللي احنا بتسموها شهر العسل اللي ما بين القوى السياسيه وما بين القابضين على سلطه الحكم. في الفتره دي برضو كان مجلس قياده الثوره كان عامل حاله من الخداع والوهم الكبير جدا اللي تبدى في ازمه مارس، ظهر بقى وظهر في ازمه مارس 54. وده اللي بيخليني اقول ان جمال عبد الناصر كان وراء اعدام خميس والبقري. ليه؟ لانه لو كان اللواء نجيب هو اللي وراء اعدامهم ما كناش سمعنا الندم ده منه وكان كمل، لانه عبد الناصر في مذكراته كلها كان بيتكلم عن انه نفسه يبقى عنده زرار يدوس بيه فالشعب كله يقوم ويدوس على الزرار فالشعب كله ينزل، واستطاع من خلال فرض الحل الامني على الناس واستخدام درجات عالية من الاستبداد مع بعض الإصلاحات الاجتماعية أن يسيطر فعلا في فترة حكمه على الشعب المصري. كان لذلك مثلا على طول في بداية السبعينات توفيق الحكيم كتب رواية عودة الوعي، أول حاجة أنه الناس إحنا حالة الانبهار والسحر اللي إحنا كنا فيها طول فترة عبد الناصر دي، ده كان فيه حاجات وهمية كتير قوي. ولذلك الناس اللي عصروا أزمة مارس 54 لما جم 3 يوليو أو أبنائهم اللي أنا واحد منهم، يعني قلنا إن إحنا مش هنرتكب نفس الخطأ اللي وقعوا فيه أبائنا في أزمة مارس 54. إحنا بس ارتكبتوا نفس الخطأ إزاي؟ يعني اللي حصل في محمد محمود كان مجرد انذار، اللي حصل في ماسبيرو كان مجرد انذار. انا بقول لك بس عناصر لا محمد لا. محمود وماسبيرو والعباسيه مجلس الوزراء محمد محمود تاني لا وبعد لا. كده وبعد كده نهايه رابع العدويه. يبدو ان في كل حادث من هذه الحوادث هنالك من قال معلش عشان البلد تمشي. لا يبدو ان انت ما خدتش بالك من وجهه نظر اللي انا بقولها. وجهه نظر ايه؟ انه الناس اللي وقفوا مع النظام العسكر في 54، وانا مصر على العسكر اللي هم بقايا المماليك ومصر عليها واعنيها، اذا كانت بتوجعهم وتزعلهم فانا اعنيها تماما. النظام العسكر دول بقايا المماليك في 54 خلانا احنا انا وانت وجيلنا يعيش في بلد زي ما كلنا عشناها، انما كان ممكن نعيش في اليابان لو كانت مش الديمقراطيه من 54. لذلك في 3/7 بس الحمد لله احنا مش 2013 والعراق يعني لا طيب سريعا استاذنا الفاضل ايه اللي ممكن يحصل استاذ صابر؟ ايه اللي ممكن يحصل في الفتره اللي جايه من العمال؟ هو انا بس عايز اؤكد بان الحركه العماليه حركه واعيه ولن تموت على الاطلاق، وزي ما قدموا في 52 مصطفى خميس ومحمد البقري شهداء
احنا قدمنا في ثورة 25 من العمال برضو ايضا من الشهداء، نور على نور من التيار الاسلامي واحمد زكي من التيار الاشتراكي، فالحركة العمالية ستظل هي الوقود المحرك لكل الثورات. حضرتك الحركة العمالية من الخطأ ان احنا نوصفها ان هي ما بتتحركش غير علشان لقمة العيش بتاعتها وفقط، لا، الحركة العمالية حركة وطنية، وزي ما اسقطت دستور 30 بحكومة اسماعيل صدقي ومنعت زيارة وزير ورئيس وزراء الكيان الصهيوني لمصنع الحديد والصلب، الحركة العمالية قادرة ومتأهبة لصنع مجد جديد للحياة السياسية في مصر. وأنا عايز أقول لحضرتك إن, 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 إن بعد الانقلاب العسكري في 13,000 عامل ما بين معتقل وما بين مشرد وما بين مطارد ومهاجر بسبب الانقلاب العسكري، لكن كل ده مش هيخلي الحركة العمالية ان هي تهدى. الحركة العمالية متأهبة فعلا لحركة وطنية واعية وقوية. طيب فعلا هتقضي على الحكم العسكري. استاذ فاطمة، فترات الصلح اللي حضرتك بتتكلم عليها او المهادنه ما بين بعض التيارات، وان كنت بتتكلم على الاخوان المسلمين لما هدمت ال 52 او في ظل ثوره 25 يناير لما قلنا وما هتفناش يسقط حكم العسكر مع الهاتفين عشان البلد تمشي، زي ما الاستاذ احمد، دي فترات الخديعه اللي احنا بنتعرض لها، لكن العمال مش هنخدعه مره تانية. بس الخديعه حصلت كذا مره، يعني الخديعه حصلت مش مره واحده ولا اثنين، صعب انه حد ينخدع يعني مرتين ثلاثه، لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين، لكن واضح ان المؤمنين اللي عندنا بيلدغوا من الجحر الاف المرات. معنا فاطمه رمضان ايضا النقابيه والباحثه العماليه. يعني دايما بيبقى في شراره، يعني العمال انت قلتي ان هم منتظرين، منتظرين ايه؟ يعني ايه اللي هم منتظرينه من الدوله؟ اذا لم يحدث هيعملوا ايه؟ دلوقتي مشكلة هذا النظام مش بس فكرة انه بيقمع الحريات وبيقتل وبيحبس وبيعذب وكل الحاجات دي، وعنده مشكلة ضخمة لها دعوة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وده مقتله الحقيقي، لانه لو ما نفذش الناس مش هتسكت، ممكن الناس تستنى، ممكن الناس تنتظر، بس الناس مش هتسكت. وده زي ما كان حتى حضرتك بتقول الفرق ما بين عبد الناصر والسيسي. عبد الناصر قدم حاجات وقمع، وبالتالي ده كان مبرر لانه الناس سكت، لانها كانت الناس كانت عارفه تعيش وعارفه تشتغل. طيب صاحبنا اللي موجود دلوقتي قمع وما قدمش حاجات، العمال برضو ما عملوش حاجه، هو مش هيقدر يقدم. طيب بالعكس احنا شفنا النقابات المستقله والاتحاد العام للنقابات بيروج للنظام الجديد، وفي حاله يعني صلح تام معه، يعني مش انا مش عارف هيجي الكلام اللي حضرتك بتتكلمي عليه واللي بيقول عليه الاستاذ صابر هيجي منين اذا كان العمال واضح ان هم في حاله صلح تام مع النظام. عايز اقول لك مثال واحد. عمال الطوب اللي بالالافات في الصف اللي اعتصموا واضربوا ووقفوا على الطريق اكتر من اسبوعين، من اقل من شهر، ودي عماله غير منتظمه، مش ده يورينا ان لا الناس مش هتسكت، الناس اتغيرت، الناس مش هتخاف تمشي جنب الحيطه. لا بس الصف ده له حكايه لوحده، وهو صف واطفيح وحلوان، دي الحكايه لوحديها، لا ملهاش علاقه بالحركه العماليه. العماله المنتظمه ظروفها اصعب بكتير من العماله اللي في المصانع، وبالتالي العماله اللي في المصانع اسهل بكتير ان هي تتحرك، لانها على الاقل عارفه بعض وتشتغل مع بعض. اشكرك، شكرا. تنظيمها اسهل بكتير. اللي انت بتتكلم عليهم ان هم بيهللوا النظام، سواء في النقابات المستقله او في الاتحاد العام، دول مرتزقه، النظام اشتراهم بعد، وهو في نفس الوقت بيقمع النقابيين الحقيقيين اللي في القواعد. شكرا جزيلا لك فاطمه رمضان الباحثه العماليه والنقابيه، واشكر ضيفي في الاستوديو الاستاذ صابر ابو الفتوح رئيس لجنه القوى العامله بمجلس الشعب السابق، والاستاذ احمد حسن الشرقاوي الكاتب الصحفي. شكرا جزيلا لكم، وما زلنا معكم في مصر الليله وفي البرنامج بعد الفاصل. برر كانك سيسي. الحمد لله احنا مش سوريا او العراق، لكن يبقى السؤال لماذا يخوفون المصريين بدول الازمات ويتنسون كوريا وألمانيا واليابان والبرازيل وماليزيا وتركيا؟